هرم الملك زوسر. الملك زوسر هو أول ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة، واللي اتطورت في عصره طبعا العمارة المصرية لشكل البناء الهرمي، واللي استخدم فيها البناء بالحجر على نطاق واسع. الهرم موجود في منطقة سقارة، مبني على 6 مصاطب. ومن خلال الدراسات الحديثة وجدنا إن هو اتبنى بتصميمات مختلفة. يعني ايه تصميمات مختلفة؟ يعني مش واخد اسطمبة واحدة في البناء. يعني البعض يعتقد ان هو الـ6 مصاطب دي مبنية مثلا مصطبة فوق مصطبة فوق مصطبة لحد ما وصل للشكل الحالي. لا، هو واخد تصميمات مختلفة بأرقام معينة بدقة معينة لحد ما وصل لايه؟ للشكل الحالي. وهنا اتعمل بـ6 مراحل، والمرحلة الأخيرة اللي هو إضافة الكساء الخارجي للهرم من الحجر الجيري. ارتفاع الهرم 59 متر. طب تعالوا بقى نتكلم على الهرم من جوه. المدخل بتاع الهرم من الناحية الجنوبية. احنا عارفين او لازم تعرفوا ان اي مدخل هرم من الناحية الشمالية، لكن المدخل بتاع الهرم ده بالذات من الناحية الجنوبية. يعني لما احنا بنيجي بنخش جوه الهرم بنخش من الناحية الجنوبية. طب ليه؟ المدخل ده اصلا عملته الاسرة الـ26 اللي هو العصر المتأخر. الأسرة الـ26 بدأوا يهتموا بالآثار، يحافظوا على آثار أجدادهم، ومنهم طبعا الدولة القديمة خاصة لأنه كان عصر مزدهر جدا، ومنهم هرم الملك زوسر. وهم العمال موجودين في الهرم وجدوا أن الأحجار بتاعت الهرم هتتساقط هتقع، فحطوا حاجة اسمها براطيم خشبية. يعني إيه براطيم خشبية؟ هي أحد أنواع الأسقف الخشبية، وعبارة عن كتل خشبية بتكون ممتدة ما بين طرف السقف. فهو كده عمل أن الحمل بتاع الحجر بقى على البراطيم دي، فكده يؤدي ان الهرم ايه ما ينهارش. فده اضطر اللي هو يعمل لنا المدخل، بدل ما يبقى من ناحية شمالية عمل لنا مدخل تاني من الناحية الجنوبية. طيب المدخل من الناحية الجنوبية للهرم بيوصلك لممر طويل لحد بير. البير ده عمقه 28 متر. البير ده فيه بقى؟ فيه غرفة الدفن الخاصة بالملك، واللي معمولة طبعا من الجرانيت الوردي، واللي فيها عبارة فيها فتحة عشان ينزل فيها الجثمان، والفتحة دي فيها حجر ضخم جدا من الجرانيت وزنه 3.5 طن عشان يتحط او يسد الفتحة دي، طبعا عشان الموميا ما تتسرقش ولا اي حاجة، بس طبعا هي الموميا مش موجودة. وجدنا في الهرم العديد من الممرات والغرف، ووجدنا فيها حوالي 40,000 آنية. و40,000 آنية لقينا فيهم اسماء ملوك الاسرة الاولى والاسرة الثانية من العصر العتيق. وكان العلماء اختلفوا برضو ان ليه السبب اللي وجود الاواني دي في هرم الملك زوسر، بالاضافة ان احنا وجدنا 11 بير بعمق 33 متر، ودول كانوا مخصصين لدفن عائلة الملك زوسر. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وارائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. اشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.